ممكن اروح لك عمرو، الموضوع كان طويل وخد وقت طويل الصفقة عشان تتم. يعني قول لنا ابتدت ازاي، يعني قول لي يعني اول، انت طبعا ما كانش في دماغك تسيب الجزيرة ولا احنا كان في دماغنا بالظبط، بس ايه اللي ابتدى الموضوع، ابتدى منين؟ مش عايز الكلام بقى اللي هو لا احنا عايزين الكلام اللي هو الحقيقي اللي حصل وبدايته ازاي. بص، هو انا يمكن اول حاجة جات لي كان النادي الزمالك في الاول هو اللي فاوضني، ابتدى الاول المفاوضات بعد شهر من الكورونا، ابتدت اخبار تطلع يعني ان في الجزيره في مشكله وازمه وعمر في، سمعنا ان انت في ازمه في الجزيره وهم بيفكروا اللعيبه. في الاول انا مش مصدق ان الازمه دي هتحصل في الاول واحنا ممكن نتباع، فشكرتهم وكده. بعد كده جت قبل الدوري الموضوع كان ابتدى يتطور شويه في النادي، ابتدى احنا نسمع بقى كمان ان في رغبه من كمان النادي ان هو يبيعنا. ففي الوقت ده بقى كان قبل ما الموسم يرجع باسبوعين، الكلام زاد مع النادي الاهلي ونادي الزمالك، بس النادي الاهلي في وقتها كنا لعبهم كمان اسبوعين في السيمي فاينل. فالموقف كان محرج جدا، حتى هم كان لما كلموا الناس في الجزيره الناس ما عايزين ممكن نبيع، بس الموضوع صعب، احنا هنلاعبكم كمان اسبوعين في الماتش. فالمفاوضات اتاجلت لبعد الجيم 4 بتاع اللي هو قبل النهائي بالظبط كده. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا في ناس تكلمني من بعد الماتش خلص بساعتين مثلا، ابتدى عمر في رغبه انت وصلت فين؟ لا قلت لهم يا جماعه انا عايز اجي النادي الاهلي، وانا اخرت كل الكلام لحد ما هم يعني اتفقنا على اخر كل كلام لحد ما النادي الاهلي خلص يعني انت بتاعه. رغبتك من اول ما النادي الاهلي فتح معاك الكلام يعني بالرغم ان كان في مفاوضات يمكن نادي الزمالك سبقنا فيها، ولكن انت كان رغبتك النادي الاهلي يا عم. انا مش هكدب على حضرتك، انا اصلا يعني من اسره برضو بتشجع الاهلي في الكوره طبعا كابتن بالظبط، وانا اهلاوي، فلما اللي اعترض عليا الاثنين انا طبعا كان قراري انا، وحتى انا كلمت رئيس النادي في الوقت اللي ابتدى بقى يبعت فيه فاكسات من الاهلي والزمالك رسمي، بس هو اللي اتكلم رسمي في الاخر الاول النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي تواصل مع رئيس النادي، وانا كلمت رئيس النادي في التليفون وبلغته قلت له دكتور باشمهندس عمرو جزارين، ادام النادي فيه رغبه للبيع انا رغبتي ان انا امشي من اروح النادي الاهلي. النادي الاهلي ودي كانت بلغتها كمان لامين الصندوق، والصراحه برضو يعني اداره النادي الاهلي اتعاملت باحترافيه كبيره جدا، وقدرت الموضوع امتد يمكن 3 اسابيع شهر بس الحمد لله. يعني عمرو انت اشتريت النادي الاهلي والنادي الاهلي سعيد بيك والجمهور سعيد بيك، واكيد شفت الكلام ده، واللي بيشتري النادي الاهلي الجمهور والنادي ما بينساش دعوه. والله يعني بشكر حضرتك، بس طبعا هو النادي الاهلي كبير وده شرف لاي حد ان انا اكون موجود هنا. انا على طول بقول اللي يعدي من جنب سور النادي ده شرف، ان انا البس فرنه النادي الاهلي دي عندها حاجه كبيره قوي، وانا فخور يعني ان انا اخذت الخطوه دي والحمد لله. ان شاء الله، ومبروك عليك ومبروك علينا يا عم. الله يبارك.